بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نواصل الاقتباس من أضواء فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مما ذكره في رسالته العظيمة التدمرية، حيث قال: لا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، يعني توحيد الإلهية. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، يعني توحيد الربوبية، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص. وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. ثم ذكر رحمه الله الأصل الذي يجب اتباعه في صفات الله عز وجل، فقال: فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفى عن نفسه. يعني رحمه الله أن الأصل في إثبات الصفات وتنزيه الله عن النقائص هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل للعقل والرأي في ذلك. ثم ذكر موقف السلف من ذلك فقال: قد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الآية. فطريقتهم إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. ثم بين رحمه الله نوع الإثبات والنفي اللذين جاء بهما الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في صفات الله عز وجل، فقال: والله سبحانه قد بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، كما ذكر الشيخ أمثلة كثيرة للنفي المجمل الوارد في القرآن الكريم. ثم قال:
وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير. وذكر رحمه الله أمثلة كثيرة لذلك إلى أن قال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يلزم من اتفاق أسماء الله وصفاته مع أسماء المخلوقين وصفاتهم في الألفاظ والمعاني اتفاقها في الحقائق والأعيان، وضرب لذلك مثلا في مسمى الوجود، فالخالق سبحانه موجود والمخلوق موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد. فالعرش شيء موجود والبعوض شيء موجود، ولا يقال إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين عند الإطلاق تماثل مسماهما عند الإضافة والتقييد. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والتخصيص المانعين من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة مما سمى به نفسه وسمى به بعض مخلوقاته، وأنه لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى والحقيقة. وفي ذلك رد على الذين يقولون إنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات لله التمثيل بالمخلوقين، لأن هذه الأسماء والصفات تطلق على المخلوقين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لاستيفاء هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.